غير مقط ابدا ابدا نهائيا. ان قال ان النظام المصرفي الموريتاني او النظام المالي للجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه عادت عليه اي ملاحظات دوليه من ناحيه غسيل الاموال ولا تمويل الارهاب ولا 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 الاموال المهربه، اي شيء من النوع اللي هما قطعت فيه اطلاقا في تاريخ النظام المالي الموريتاني ملاحظات من هذا النوع. وبالتالي انتم تعرفوا صرامة الإدارة المالية الأمريكية في التعامل مع النوع ده، ولا أعتقد أن دولة قائمة حولها الشبهات في مجال غسيل الأموال والله في مجال تمويل الإرهاب والله في مجال قلة الشفافية المالية فيهن، لا تقدم شركات من حجم بي بي ولا كوسموس والله ذي الشركات اللي قدمت إله والله توتال والله النوع ده، ولا تستثمر في دولة يكون فات عرفت مدى مستوى الشفافية في نظامها المالي وفات عرفته وفات إلى ملاك ما تقدر تقدم عليه بها الاستثمار لا يعود عرضة لإجراءات تضيعوا في دقيقة. وبالتالي هذا يعود واضح لكم. المؤكد فيه إن 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 أيضا إن ما فيه أزمة في التحويلات نهائيا، وإذا فات أكدوا البنك المركزي وأكدوه رجال الأعمال من أنفسهم اتحاد أرباب العمل. وحركة التجارة الخارجية تسير بوتيرة طبيعية جدا، ما فيها شيء سوى شنو هو. وأسعار السلع والخدمات ما طلع عليها أي تغيير. وسعر اللوبية مستقر خاصة من ناحية الدولار اللي ما طلع عليها أي زيادة نهائيا. الاحتياطات من العمله الصعبه تناهز المليار، ما وهيش عليها شيء، انتم تعرفوا منين كانت 2008 بالكامل. ظهر لي مولانا انه منين نقلعوا منه ان نحن يلا نعود واعيين لان هذا ما هو ردح، هاي سمعه الدوله وسمعه نظامها المالي وسمعه نظامها المصرفي، وانه حساس جدا، وأنه ينعكس على قوات الناس العادية وعلى مستواها الاقتصادي.